التطرف العنيف آفة المجتمعات، قطعة من الشر الذي يجتاح الأمم، الوصفة السحرية لتدمير الأوطان. التطرف العنيف أفكار بلا مبرر وأهداف غير مشروعة، أساليب متعددة في الانحراف عن مقومات المجتمع الآمن، صورة تعكس العدوانية في أقسى حالاتها، نبذ للحاضر وأسف على الماضي ومحاربة لصناع المستقبل الأفضل. التطرف الخطوة الأولى في إطلاق العمليات الإرهابية. التطرف فكر ينافي التعاليم السمحاء. التطرف بذرة الإرهاب.